هاي اليوم رح نعمل القشطة. القشطة تستعمل بكتير من وصفات الحلو العربي. رح فرجيكم اليوم كيف منعملها بالبيت بمكونات بسيطة وخطوات كتير سهلة. قبل ما نشوف كيف، ما تنسوا تعملوا لايك واشتراك بالقناة وفعلوا خدمة الجرس تيوصلكم كل شي جديد. أول شي بدنا نعمل قريشة. بدنا لتر حليب، وأول ما يبلش يغلي الحليب بنحط نص كوب خل. رح يبلش الحليب يقرش، منشيلهم منصفيهم كتير منيح. أما هلأ بدنا نحضر القشطة. بدنا كوب ونص حليب، نص كوب كريم للطبخ، نص معلقة نشا، وبنخلطهم منيح وبناخدهم نحطهم على النار. هلأ منحط الخليط على النار، منضيف القريشة يلي جهزناها، ومنحط 3 قطع توست من دون طرافهم وبنخلطهم شوي. وبنرجع منطحنهم بالمكنة كتير منيح. هيك بيكون الشكل النهائي، منتركها لتبرد ومنستعملها. هيدي كانت وصفتنا لليوم. إذا عجبكن الفيديو وعندكن أي اقتراحات اتركن لي إياها بالتعليقات.